كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. الإقبال الكبير على شراء الطعام مع بداية شهر رمضان ظهر منتشر بشكل ملحوظ، لكن شو هي أكثر المواد اللي الناس بتقبل على شرائها خلال هالشهر الفضيل؟ تعالوا معنا خلونا نشوف. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه. شو أكثر المواد الغذائية اللي بيقبلوا الناس على شرائها برمضان؟ يعني هي أغلبها مواد تموينية ممكن يستفيدوا منها في البيت، رز، سكر، ملح، الحبوب والبقوليات بشكل عام، الأشياء الأساسية اللي بيحتاجها كل بيت. نعم، أنت بخير. بخير بصحة وسلامة. كيف الإقبال عندكم على البيع بشهر رمضان؟ الحمد لله كتير منيح. إيش أكثر المواد اللي بيقبلوا الناس على شرائها بهذا الشهر؟ المواد الأساسية اللي هي الرز، السكر، الزيت، هاي الأشياء. أكثر إشي مثل الزيت، الرز، الشعرية، الحلاوة، كل شيء يعني موجود بالمحل ما شاء الله، يعني اللهم صل على سيدنا محمد. كل الناس بتسحب يعني ما شاء الله. بشكل عام يعني اجت اجى رمضان مع الرواتب فالإقبال على كل شيء. برأيك هل بيساهم يعني الإقبال المتزايد للناس برفع أسعار المواد الغذائية ولا لا؟ طبعاً أكيد، وهي بلشت ترتفع مثل الدواجن والخضار. الناس بتفكر إنه الإشي بيرفع بسبب رمضان، اللي بيرفع السعر هم الناس. طبعاً كان في إقبال كبير خصوصاً امبارح إنه استعداداً للشهر الفضيل، فكان في عندنا إقبال جداً كبير، كان خصوصاً القطايف طبعاً. إقبال كتير قوي يعني كتير، في إقبال ما بنهضم ما بنقعد، ناس رايحة جاي، ناس متحمسة كتير عليه، يعني إقبال قوي كتير، بحضر لرمضان للعيد لكل شيء، يعني حابين كل شيء. الحمد لله رب العالمين، مش زي كل السنة، السنة هذه خفيف شوية، بس الحمد لله رب العالمين ممتاز، لأنه هذا موسم، شايف علي، موسم كل سنة عليه إقبال من دون أشهر السنة. نعم، أنت بخير. إقبال والبيع عندكم اليوم؟ أول إشي الله يجعله شهر مبارك على الجميع وعلى جميع المسلمين، والحمد لله الإقبال كتير منيح من قبل الناس، يعني مبسوطين كتير في شهر رمضان، وشهر يعني بيجي مرة في السنة، فأكيد الناس راح يكونوا مقبلين على كل إشي. إيش اللي بيميز أكلة المخللات يعني عن غيرها بشهر رمضان؟ إيه طبيعي كل إشي مميز في رمضان، يعني مش بس المخللات، يعني كل إشي المقبلات، يعني تتبذل مقبلات يعني على الطاولة على السفرة، يعني مميزة ومنظرها حلو وطعمها زاكي بتكون، عشان هيك يعني بس، ولا في أيام عادية بتقبل فيه بس مش زي رمضان. عندكم اليوم؟ الحمد لله. بداية الشهر كيف كان البيع؟ منيح كويس، بس ما يقوموناش، احنا مبسوطين كويسين الله يخليك. ايش بتبيعي انت؟ كل شيء، ما انت شو ببيعين؟ كان اشياء كوسة، زي الخس، زي الجزر، يعني اشياء شربات، سلطات، زي فلفل، زي فلفل حار. كل عام وانت بخير. انت بخير والصحه والسلامه. كيف الاقبال والبيع اليوم؟ صلى على سيدنا محمد، ما شاء الله، شيء مرتب، شيء نظيف، شيء حلو، يعني اللي شافه يعني ما صدقتش، مش لا يصدق السنه. الصلاه على النبي. مليحة يعني كويسة مش بطالة، وبركز بديش يعني السحب والنظا الدواجن، ما فيش شيء يعني بديل له يعني، وإن شاء الله تظل يعني هذه الأسعار تبعته يعني. كل عام وأنت بخير. تبقى الخير يا ربي.
الطلب عندكم اليوم الإقبال؟ هي الحمد لله تمام، هي زي ما انت شايفة هي مشروبات رمضانية وعندها إقبال من قبل الناس، خصوصا يعني التمر والخروب واللوز، ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ماشي. الخضروات والدجاج والبهارات والمقبلات والتمور وغيرها من المواد الغذائية الأساسية بيقبل الناس عليها بكثرة في هذا الشهر الفضيل، لكن بعض التجار بيرجح ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة نتيجة هذا الإقبال. لتلفزيون وطن وفاء عروري.